المجلس القادم هيكون برلمان خدمات ام برلمان سن قوانين؟ واعتقد ان المجلس القادم مفروض انه يكون اهم برلمان طبعاً هي في تاريخ مصر، لانه بيسن يعني ده هو اللي سيشكل لجنه وضع الدستور ويشكل لجنه وضع الدستور للخمسين سنه القادمه. بالظبط، هو مستقبل مصر في يد البرلمان القادم. نحن يعني هو في مبدا في القانون الدستوري بيقول ان النائب لا ينوب عن دائرته وانما ينوب عن الامه باكملها. صحيح، الله، ايوه. وبالتالي عندما يمارس النائب دور تشريعي عن طريق اقتراحات التشريعات وعن طريق مناقشه القوانين التي مشروعات القوانين التي تعرض في المجلس، وعندما يمارس دور الرقابي عن طريق طلبات الاحاطه والاسئله والاستجوابات، فهو لا ينوب عن دائرته انما ينوب عن الامه باكملها. انما في الفتره الماضيه نتيجه لفساد المحليات ونتيجه لتقاعس المحليات عن القيام بدورها في احداث تنميه في اقليمها، فاصبح الناس يلجؤون الى ممثل السلطه العامه الذين انتخبوه، الى عضو البرلمان الذين انتخبوه عشان يخلص لهم مسائل هي من صميم اختصاص الدوله. يعني يجيب لهم وظائف لاولادهم، ايوه، يعين واحد مش لاقي شغل، يجيب شقة الواحد، يجيب قرار علاج على نفقة الدولة الواحد. في أي دولة محترمة هذا النوع من الخدمات مفروض يتلقاه المواطنين دون عناء ودون وساطة ودون وساطة. نعمل أن نصل إلى هذه المرحلة في أمد يعني معقول.